قدمنا لكم في الحلقة السابقة نقاشاً حول مفهوم التضليل الإعلامي ودوره في تزييف الوعي الجمعي للجمهور والشعوب، وتطرقنا أيضاً لطرق كشف هذا التضليل ومواجهته. أبرز طرق مواجهة التضليل الإعلامي وحتى الفكري والثقافي تكون عبر نشر الحقيقة أو بذل الجهد في محاولة الاقتراب منها والبحث عنها. لم تكن تلك الحلقة ولا ذلك الموضوع إلا بداية لأرضية مشتركة يمكن تسميتها بالحقائق الجزئية، حتى لا نقع في شرك الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة التي دائما نؤكد بأننا لا نمتلكها كلها هنا، ولا نعتقد أيضا بأن هناك أطراف أخرى تمتلكها بشكل كامل. لذلك قررنا أن نمر بسلسلة نقدية وتعريفية للتيارات السياسية والفكرية وحتى المذهبية التي تتواجد في حيزنا المحلي ومحيطنا الإقليمي. نرفع شعار نسمع منهم لا عنهم، نريد أن نسمع من أصحاب التيارات نفسهم وأصحاب التوجهات وأصحاب الأفكار مباشرة من ألسنتهم، لعلنا نقف على ما هو مشترك فنعززه ونوضحه، وربما نصل إلى قناعة أننا رغم اختلافنا أقرب مما نتصور. نقف أيضاً على المختلف فيما بيننا، فنتيح الفرصة لكل طرف أن يبين بنفسه من هو وما هي وجهة نظره وسبب تمايزه عن الآخرين، لتكون في النهاية صورة واضحة للجميع عن الجميع. الله سبحانه وتعالى يقول: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. مصداقا لهذه الآية الكريمة أقول: للأسف نحن في مجتمعاتنا العربية نعيش مشكلة جهالة متبادلة، لا نعرف بعضنا البعض حق المعرفة، بيننا وبين بعض حواجز كثيرة وصور مغلوطة ومعلومات غير موثقة. كل ذلك أدى لأن يكون كل طرف صورة ذهنية عن الطرف الآخر غير صحيحة. بعد أحداث سبتمبر التي نمر نحن في ذكراها، طرح في الفضاء الفكري والثقافي والعربي مصطلح الآخر. الآخر طبعا المقصود به الآخر على وجه التحديد هم الغرب، فصار يطرح أنه يجب التعرف على الآخر ويجب احترام الآخر ويجب الحوار مع الآخر، وتم تسليط الضوء على الآخر الغربي بشكل كبير جدا. لكن المصيبة أننا كمجتمعات وكتيارات وأفكار نعيش في محيط واحد لا نعرف بعضنا حق المعرفة. كل أو أغلب معلوماتنا عن بعض جاءت عن طريق وسطاء غير محايدين، فنسمع عن بعضنا أكثر مما نسمع من بعضنا. كثيرون حول الإعلام، قليلون حول الحقيقة. البداية اليوم إن شاء الله راح تكون مع التيار الليبرالي، انطلاقاً من تواجده المحلي وصولاً إلى بعده الإقليمي، وأيضاً سنبحث عن جذوره الممتدة في تاريخ الأفكار والتيارات. لماذا اخترنا أن تكون البداية مع التيار الليبرالي بالذات؟ حقيقة لم يكن الجدل أو الحديث القديم القائم حول التيار الليبرالي ومواقفه السياسية هو السبب المباشر في أن نتكلم عنه، فجميع التيارات تقريبا تتمتع بقدر متقارب من الجدلية حول أفكارها السياسية ومواقفها السياسية. لا يوجد حقيقة سبب مباشر يدعونا للبدء في النقد أو التعرف أو الاستماع لتيار بعينه دون الآخر، لذلك تأتي هذه الحلقة كبداية فقط، لا يقصد منها أبدا التركيز على تيار دون الآخر، ومؤكدين مرة أخرى بأن هذه المحاولة الجادة في تقديم التيارات لا تقدم رأيا قطعيا أو نهائيا في أي شيء أو عن أي شيء أو أي حدث أو تيار أو شخصية، هي فقط محاولة، محاولة للاقتراب والفهم والتفهم عن طريق التسديد والمقاربة في عالم
الفكر والسياسة، كما في أي شيء آخر لا يوجد شر مطلق ولا خير مطلق. أيها السادة المشاهدون، كمدخل واطلاع أولي على التيار الليبرالي موضوع حلقتنا اليوم، نشاهد هذا التقرير من إعداد فريق العمل ثم نعود إليكم. من المعلوم أن الأفكار الليبرالية قديمة بقدم الفلسفات، فأفلاطون كان أحد المنظرين في جمهوريته للتسوية بين الرجل والمرأة في الذكاء والقدرة السياسية. أما الليبرالية بالمعنى الحديث فتطورت لتكون فلسفة سياسية في بدايات عصر التنوير في القرن 17 على إثر الحروب الدينية التي مليت بها أوروبا، ثم بدأت تتحول هذه الفلسفة والأفكار إلى تيارات وأحزاب سياسية في بداية القرن 19. حرية الفرد وحرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية السوق والمساواة والملكية الخاصة تعد الأسس الأولى للليبرالية التي رسخها كل من جون لوك وجون ستيوارت ميل. والتساؤل هنا، هل حققت الليبرالية أهدافها في الدول التي تبنت مبادئها؟ ولماذا نجد الدول التي تبنت الليبرالية وأفكارها هي تلك الدول التي استعمرت 3/4 الكرة الأرضية كبريطانيا وفرنسا؟ وما معنى أن يكون جون لوك المنظر الأول للليبرالية أحد أكبر المستثمرين في تجارة العبيد الإنجليزية في الشركة الإفريقية الملكية سنة 1671، والتي كانت تتاجر بالعبيد من غرب إفريقيا، فتهجر ما بين 90,000 إلى 100,000 إفريقي عبدا في المستوطنات الإنجليزية؟ وماذا كان يصنع جون ستيوارت ميل في شركة الهند الشرقية ذات النفوذ الاستعماري لبريطانيا العظمى؟ هدفنا في هذه الحلقة أن نتعرف على الليبرالية عن قرب، بعيداً عن طرح الشعارات أو الطرح الدعائي الذي يقوم به بعض المتحمسين للفكر الليبرالي. هناك من يتحدث عن الليبرالية بأنها تعني الحرية، وهذا قد يكون هو تعريف الليبرالية المعجمي وبالمعاجم حتى اللاتينية، هو هذا جذر الكلمة لاتينيا، أن الليبرالية تعني الحرية. لكن لما بدأت الليبرالية تدخل في الفضاء السياسي والفضاء الاجتماعي والاقتصادي بدأت تحمل دلالات وأبعاد أخرى غير موضوع الحرية. لذلك من الخطأ الآن أن نعرف الليبرالية بأنها تعني الحرية. كلمة الحرية نعم كلمة لها رنين ولها مكانة في النفوس وقيمة عليا يتمثلها أو يبحث عنها الجميع، لذلك لا يمكن اختزال هذه القيمة العليا في تيار معين. لذلك نقول الليبرالية لا تعني الحرية، ولكن الليبرالية تعني فهم أصحاب التوجهات الليبرالية للحرية. هناك أفهام متعددة للحرية، أصحاب التوجهات الليبرالية لهم فهمهم الخاص لمعنى الحرية. الليبرالية ليست مفهوماً متكاملاً. رجعت إلى العديد من المراجع والموسوعات السياسية والفلسفية التي تتحدث عن الليبرالية، تقريباً جميعهم يقولون بأنه لا يوجد معنى واضح ومحدد للليبرالية. مثلاً موسوعة العلوم السياسية التي أصدرتها جامعة الكويت، كلية العلوم السياسية، تنص على أنه من غير المأمون بل والمتعذر أيضا وضع تعريف دقيق لمصطلح الليبرالية. ولكن حتى نفهم الليبرالية بشكل أوضح ممكن أن نفككها وندرس عناصرها وأبعادها. هناك ثلاث أبعاد رئيسية للليبرالية. أولا البعد السياسي، وهو يتحدث عن ترسيخ الفصل بين السلطات وإعطاء ضمانات للمواطن والحد من تغول السلطة، ويمكن هذا القدر مشترك بين العديد من التيارات السياسية وليست الليبرالية فقط. وهناك البعد الفلسفي، وهو البعد الديني الذي يرى بأن الدين ليس ضروريا لتنظيم حياة المجتمع، ويمكن هذا محل جدل كبير راح نناقشه مع ضيفنا. هناك البعد الآخر وهو البعد الاقتصادي، وهو يدعو لعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، وهذه هي الرأسمالية. إذن الليبرالية احتضنت الرأسمالية وتبنت الرأسمالية.
لا يمكن إغفال العنصر الاقتصادي في الليبرالية، بل هو من أهم العناصر التي تملكتها الليبرالية. هناك انطباع عند العديد من الباحثين والدارسين بأن الليبرالية هي مذهب التجار، وهذا الانطباع يعززه حتى تاريخ الليبرالية كما سنذكر بعد قليل. الليبرالية بدأت نشأتها تزامناً مع ما شهدته إيطاليا في عصر النهضة من بناء مدن تجارية مفتوحة. هذه المدن التجارية المفتوحة جعلت التجارة تزدهر وتزخر في إيطاليا، فبدأت تنشأ فئة التجار. بعدها صار عصر الصناعة، ولما بدأ عصر الصناعة، الصناعة بحاجة إلى ثلاث أشياء: بحاجة إلى رأس المال، وبحاجة إلى المعادن، وبحاجة ثالثاً إلى الثروة البشرية. رأس المال موجود عند التجار، المعادن حركة الكشوف الجغرافية تكفلت بها وفيها قصة طويلة. يبقى أخيراً وهو الثروة البشرية. من أين يأتون بالثروة البشرية؟ في ذلك الوقت كان موجود العبيد الذين يعملون في الإقطاعيات، فصارت حركة التحرر، تحرر العبيد من الإقطاعيات، ودعمتها الليبرالية. وهنا يتساءل البعض، لماذا دعمت الليبرالية حركة التحرر من العبيد؟ وهل هذا من منطلق مبدئي ولا من منطلق مصلحي؟ لأن العبيد انتقلوا من أنهم يعملون في إقطاعيات إلى العمل في المصانع تحت سيطرة وهيمنة أصحاب رؤوس الأموال، فحتى المطالبة بالحرية ودعم الحرية كانت من أجل مصالح نفعية وليست من أجل مصالح مبدئية. الليبرالية تنظر إلى الإنسان باعتباره كائن اقتصادي، والعديد من المقولات التي تؤيد من أساطين الليبراليين تؤيد هذه الفكرة بأن الإنسان هو ما يملك. الإنسان هو كائن اقتصادي يعمل في المصانع، يعمل من أجل المزيد من الإنتاج، وينتج من أجل المزيد من الاستهلاك، ويستهلك من أجل الحصول على اللذة ولإشباع ذاته ولذاته. إذن حتى مفهوم العمل هو لغاية ومفهوم مادي صرف. في القرن 18 حصل تزاوج بين الليبرالية الكلاسيكية آدم سميث وديفيد ريكاردو وبين أصحاب رؤوس الأموال. هذا التزاوج أخرج المجتمعات من سيطرة الحاكم المستبد إلى سيطرة واستبداد أصحاب رؤوس الأموال. فما سوينا شيء، خرجنا من هذه الدائرة ودخلنا في خرجنا من استبداد ودخلنا في استبداد آخر. هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي يعززها النظام الرأسمالي والتي أيضا صاحبت الرأسمالية، ومن أبرز هذه المشاكل مشكلة البطالة، حتى اعترف فيها جورج كينز، يقول في كتابه النظرية العامة، يقول ظلت البطالة ملازمة للنظام الرأسمالي الليبرالي. هناك ملاحظة وهي أنه ليس كل من يرفع شعار الليبرالية يعني أنه يؤمن بحق الشعوب ويؤمن بتداول السلطة ويؤمن بعدم تغولها ويؤمن يعني ضمانات المواطنة وإلى آخره، بل إن قد من يرفع شعار الليبرالية هو مؤمن بالليبرالية الاقتصادية فقط، يؤمن برأس المال، بالملكية الخاصة، بقوانين السوق، هذه هي الليبرالية. هذا الكلام يؤكد الدكتور عزمي بشارة، يقول في مراحل تاريخية كثيرة تتحالف الليبرالية الاقتصادية مع الفاشية السياسية وقمع الحريات لتأمين مصالح الطبقات العليا إذا لزم. إذن هل تمارس الليبرالية الفاشية؟ نعم، تمارس الليبرالية الفاشية وتمارس الاضطهاد وتمارس أيضا الإقصاء تحت شعارات الليبرالية. أبرز مثال ما ذكرناه في التقرير، جون لوك هو شيخ الليبراليين، الفيلسوف والمفكر الإنجليزي جون لوك، المتوفى عام 1704، هو شيخ الليبراليين، ومع ذلك كان من أكبر المستثمرين في تجارة العبيد في الشركة الإفريقية الملكية كما ذكر التقرير في غرب أفريقيا التي استثمرت بتجارة العبيد. جون لوك في كتابه رسالة في التسامح الديني يرى أنه لا تسامح مع الكاثوليك مثلا، الكاثوليك لا تسامح معهم، ليش؟ لأنهم يطيعون أميرا أجنبيا يقصد فيه البابا طبعا، لذلك قال ما في تسامح معهم. جون لوك أيضا في كتابه رسالة في التسامح قال لا تسامح مع الملحدين. ممكن الليبرالية تمارس الإقصاء تحت شعار أيضا ابتدعوه وهو لا تسامح مع اللا تسامح، ولا حرية مع منكري الحرية. هذا ممكن ووارد جدا أن يكون تحمله الليبرالية، تحمل مثل هذه الأفكار. أخيرا هذه الصورة موجودة أمامكم للرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو يحمل كتاب العالم ما بعد أمريكا،
تأليف فريد زكريا. طيب الآن الرئيس الأمريكي قاعد يقرأ في العالم ما بعد أمريكا، وواضح أن الأمريكان بدأوا يفكرون في هذا الأمر بجدية، كيف سيكون العالم ما بعد ليبرالية أمريكا، وهل هناك ما بعد الليبرالية؟ حتى الفيلسوف أو المفكر الأمريكي فوكوياما طلع نظريته الشهيرة التي لاقت جدل كبير، وهي نهاية التاريخ. قال بأن الليبرالية هي النموذج النهائي، النموذج المكتمل، وهي نهاية التاريخ. الليبرالية هي نهاية التاريخ، ومع ذلك ظهر هناك كلام كثير بأنه تراجع عن هذه النظرية. نعوم تشومسكي يقول لماذا لست ليبراليا، وله مقطع على اليوتيوب يمكن تشوفونه. إذن العالم الغربي غير متبني للليبرالية بمثل حماس بعض الليبراليين العرب الذين يصرون على أنه نموذج مكتمل. ورغم التراجع الأمريكي أو التراجع الغربي وإعادة النظر في مفهوم الليبرالية، بعض من يحمل الليبرالية في عصرنا أو في منطقتنا العربية متمسك فيها، حتى لو تخلى عنها الغرب. حتى لو تخلى عنها الغرب يعني عنز لو طارت. بعد الفاصل بإذن الله سيكون عندي لقاء مع المفكر، لقاء تليفوني طبعا اتصال، مع المفكر السعودي والناقد الدكتور عبد الله الغذامي، فكونوا معنا بعد الفاصل.